السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الزلفلو. جيسبيا كو زالي بيان. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نوضح لكم كل شيء فيما يخص لي ريبونس دي زونيفرسيتي ولا الوقت الذي راح ياخذوه لي زونيفرسيتي بور فو ريبوند سواء فافورابل او بيان دي فافورابل. وراح نمد لكم ان كونساي تري تري امبورطون كيفاه راح ديروا الا كانت تحصلوا على رفض من طرف الجامعة. لكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش خاوتي كالعاده ديروا لنا جيم بور لا فيديو، واما انت الا كان راك جديد معنا في القناه اشترك معنا في القناه الى اخر الكاري. جو فولي سافوار مي شيغ زامي الا كان الميساج تاعي يلحق ليكم وفهمتوا بيان واش راني نحكي معاكم، يا ريت انكم تحطوا لي في الكومنتير وتقولوا لي فيه بارك الله فيك يا وليد وفهمنا واش راك تقول لينا باه نفهم برك ولا باه نكون اليز بيني وبين روحي وجو نقول بلي صح الشيء اللي راني نديرو فيه جو او يلحق ليكم ويلي كونسومابل كوا. كما تعرفوا خوتي الهدف وراء لي ديمارش كامبيس فرانس سي دافوار اون اكسبتاسيون يونيفرسيتير دو لابار اون يونيفرسيتي فرانسيز او بيان لان دي يونيفرسيتي فرانسيز. دوكو باه تلحق لي طاب هدية تكون فوت ديجا قبل على مجموعة من المراحل اللي هما في هذا الفيديو، اللي راهو حاب يشوف المراحل لي ديمارش كامبيس فرانس يدخل برك هذا الفيديو ان شاء الله راح يشوف فيهم. دونك بور لا ريبونس دي يونيفرسيتي يا بليزيور كان. علاه قلت لك بليزيور كان؟ باسكو لو كاس جينيرال هو كي تفوت لونتروتيان تاعك اللي هي لا ديرنيغ ايتاب اوتوماتيكمون تشوف افوار دي ريبونس. مي بارفوا يا دي كا اكسيبسيونيل. سي كوا سي كا اكسيبسيونيل؟ الكثير من الطلبة ما على بالهمش بهذه الحالات كابابل انت ولا انت راح تكوني من هذه الحالات الخاصة. نتمنى انكم ما تكونوش في هذه الحالات الخاصة. اللي هي كابابل راح يرجعوا لك قبل ما تفوت لونتروتيان. ولا كابابل من بعد ما تفوت لونتروتيان لو جور ابخي راح يرجعوا لك دي زونيفرسيتي. كابابل دي فوا تدخل الكونت باستيل تاعك راح تلقى سوا افي فافورابل ولا افي دي فافورابل. صرات هدية دونك كاينين دي ريبونس اوتوماتيك، هادو ما يسموهم دي ريبونس اوتوماتيك. تبع برك معايا اخي الكريم بالعقل وراح تفهم ان شاء الله. هو في الحالة العادية كيف راح تكون لي ريبونس دي زونيفرسيتي ابخي لا باساسيون دو لونتروتيان. من بعد لونتروتيان تاعك كي يتفاليدا سوا 15 جور ابخي لا باساسيون او بيان اون سيمين او بيان اون جورني. دونك سا ديبون كي يتفاليدا لونتروتيان تاعك ابخي 15 جور لا فاليداسيون دو لونتروتيان vous allez avoir des réponses de la part des universités soit favorable ou bien défavorable. ولكن في بعض الاحيان هناك حالات خاصه. وش هما هذه الحالات الخاصه؟ في بعض الاحيان يمكن انك تتحصل على الرفض من طرف الجامعات قبل ما تفوت لونتروتيان. تبعوا مليح معايا خوتي، قبل ما تفوت لونتروتيان vous allez avoir des refus de la part des universités soit vous allez avoir deux refus ou bien trois refus ça dépend كل واحد والكات تاعو. كما تاني كابابل vous allez avoir des acceptations de la part des universités avant la passation de l'entretien. هادوما صراو خاوتي. دونك نتا الا كان لقيت باغ اكزومبل دي ريفو افون لا باساسيون دو لونتروتيان ما تقلقش. دونك سي تو تافي نورمال سي تو تافي لوجيك. دونك سي دي ريفو دو لا با كامبيس فرانس كونك مهيئ من الان. كيما كابابل تاني كيما قلت لكم vous allez avoir des acceptations de la part des universités معناته vous allez avoir des avis favorables avant la passation de l'entretien. باسكو تلقى من بعد طلبة يقول لك حصلت على الرفض قبل ما نفوت لونتروتيان اسكو سي نورمال؟ وي سي نورمال. ودو تالت كيما تلقاهم يقول لك تحصلت على القبول الجامعي اسكو سي نورمال؟ وي سي نورمال. دونك هادوما خاوتي لي دو كا هادوما لا بليبار دي ستوديون بيتيتر ما على بالهمش بهذا الشيء بور فو دير كو سا اكزيست خاوتي. دونك كيما قلت لكم سوا في الحاله العاديه لي ريبونس دي زونيفرسيتي راح يكونوا 15 جور ولا 20 جور ابخي لا فاليداسيون دو لونتروتيان. باسكو علاش يطول دي فوا لي ريبونس دي زونيفرسيتي؟ واش هو اللي يطول؟ هو لا فاليداسيون دو فوتر اونتروتيان. باسكو لاجون افيك كي فوز الي باسي فوتر اونتروتيان سا بو بروندر جوسكا 15 جور 20 جور بارفوا جوسكا ان موا بور كيل فاليد فوتر اونتروتيان. بارفوا اون جورني ملي تفوت لونتروتيان تاعك راح يتفاليدا لونتروتيان تاعك سون اوكان بروبليم. دونك ابخي لا فاليداسيون دو لونتروتيان كيما قلت لكم خاوتي كونتي 15 جور اي 20 جور ابخي من بعد vous allez avoir des réponses de la part des universités. Soit vous allez avoir des réponses par message, ils vont vous dire que ils ont reçu votre demande ou bien ils ont reçu votre dossier. Mais là, tu es accusé de réception. Vous allez avoir ce genre de message accusé de réception dans votre compte pastel. Soit vous allez avoir des réponses directement. Et aussi, l'une des réponses que vous allez avoir pendant l'attente des réponses des universités, mais là, il bat like un message, il dit lequel pendant deux mois après la réception de ce mail-là, donc vous serez accepté automatiquement. هنا لكن باغ اكزومبل ما ترجعلكش الجامعه كابابل يرجعوا لك ست جامعات بالكل، بقات لك جامعه واحده وبعت لك هذا ايميل قول لك فيه لكن ما نرجعولكش بوندون دو موا، معناته تحسب من الجور اللي شدوا فيه الدوسي تاعك وما تلقيتش اجابه من عندهم ولا ما تلقيتش الرد من عندهم ولحقوا فيه دو موا
ton dossier il sera accepté automatiquement et tu as le droit de demander ton acceptation. Personnellement, ça va lier à le cas. Une université elle m'a envoyé ce mail-là. Elle m'a dit que si vous n'allez pas avoir une réponse pendant 2 mois, vous serez accepté automatiquement. Bon. انا كنت نحسب فيها رجعوا لي كاع الريفيو بقات لي غير هذيك الجامعه ولحقوا 2 موا والله العظيم غير لحقوا 2 موا كنت نحسب نهار بنهار كنت ندعي نهار بنهار ان شاء الله ينساوني يبان جوغ لو ديغني جوغ نشفى لها مليح مليح كانت على الوحده باسكو لي ميل هذاك جو لي ريسو ا 13 دونك لا كانت تلحق 13 لو جوغ جي ابري 2 موا دونك جو في دوموندي مون اكسبتاسيون اوتوماتيكمون Et bah à midi 30, je me souviens très très bien à midi 30 dans un restaurant à Tizi Ouzou avec mes amis. On était en train de déjeuner et j'ai reçu ce message là. Et bah j'avais pas la chance, hein. C'est tout à fait normal. Donc pour vous dire que c'est logique, c'est tout à fait normal, vous allez avoir tout ce genre de messages ou bien d'emails. Et aussi comme je vous ai dit au début, c'est que vous pouvez avoir des acceptations ou bien des refus avant la passation même de l'entretien ou bien juste après la passation de l'entretien même si que votre entretien n'est pas encore validé. Voilà, Khafi, ce qui concerne les réponses ou bien le délai des réponses des universités. J'espère que mon message est bien passé. Lakin, عندكم أي سؤال ولا أي استفسار ولا أي حاجة حبيتوا نحكي لكم عليها ولا نفهمكم عليها ما عليكم غير تحطوا لي السؤال تاعكم ولا في الكومنتير راح نجاوبكم عليه في فيديو لاحق إن شاء الله. وما بقى لي نقول لكم خوا على خير تهلا في روحتكم. الله بخشان فان شاء الله. ثاني مرتين.